السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك وأطباق بلادي المغرب مع مريم بركات، سلسلة من مجموعة من الحلقات استعرضها على القناة منذ ما يزيد من سنة، ونقدم فيها العديد من الأطباق المغربية الشهيرة من يد محترفين. الحلقة 53 سوف نتمم فيها طريقة تحضير الزميطة من يد الطباخة سعدية العلوي، بعد أن قدمت لنا طريقة تحضير سلو بريوات وأيضا شباكية. وفي هذه الحلقة نتمم طريقة تحضير الزميطة. أترككم مع الفيديو وأتمنى لكم متابعة طيبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. السلام عليكم، حنا وصلنا مرة أخرى. كيدايرين؟ الحمد لله، جبنا الأمانة. حنا وصلنا على سي منصور كالعادة. كما العادة هذه الزميطه ديال الطيبه ديالنا السعديه. بارك الله فيك. بارك الله فيها. الله يبارك فيك. الزعتر عاطيه. عاطيه واحد مليون نعناع. مليون نعناع. هذه كلها بيو. لا تبارك الله، مكونات كلها صحيه. صحيه وخطان. خطان، الزريعه، القمح، الشعير، تم الشعير كاين. باقي دابا العطور ديالها. هذه العطوره باقي. ديك صيفطنا حمص الحمصه ولا الا انت هو ياك خلينا بندو. هي راه طومبيله فيها الريحه ديال الزعتر زوينه، الزريعه نعناع. هذا النوع ديال هاد المكونات ديال هاد الزميطه هادي ما يطحنوش في هاد الماء. اها، هادي خاصهم يتعلقوا هاد. خاصهم يبقاو غبره. عندنا ماكينه اللي كدوز هاد الشيء يخرج غبره طحين بحال الفرن. عادي يمكن تخلطوه في كيف ما بغيتي. الروبو غديروها في هاد الروبو. بحال الكوكو. تبارك الله. راه تاكل فيها ولكن الا ما درتوش هنايا اجتو مطحون واحد جمعيه. تبارك الله. هذه دابا طحنات هانتي باش تعرفي كيفاش منين شتيها. الريحه
مزيان صافي هذا هو القياس بقى ها مزيان بغيتي نزيدها واحد شويه نزيدوها زيدها شويه غنزيدها واحد شويه نخلصوها دابا ونعاودو ندورو عليها واحد شويه اها تعطينا نتيجه خير اها جبتها صافي مونا مينو سوكينا راه مزيان مزيان دابا هادو بحال لا بيسونس ديالهم كبيره كتعلق يعني ماشي كتحل تعصر تعصر هادي هادو كيعصروا كيخرجوا الزيت من الحاجه من الحاجه الدقيق بوحدو ناشف راه ما يدوش يتعلق شنو كيعلقوا دابا القوام القوام اللي هو الجنجلان كله كل من هي حاجه اضافيه غتزيد حاجه الدقيق راه كتساعد التعلاق ديال الحاج تبارك الله الموس هذه بحال اللي كاينه عند مالين صحاب العطريه اللي كيطحنوا بها المروزيه اي خضره هذه شائعه ماشي هذه موجوده هذه موجوده صافي دابا طحنات صافي هذه الطحنه الاخرى هو خرج بحال الاول بحال الاخر تماما شحال من الناس كيسولونا عليه حنايا حنا ما كنديروش شخصيا في المحل عندي الزميطه ما كنديروش ولكن عدد الناس كيسولونا عليه على الزميطه كيسولوني عليه حتى خارج المغرب واحد الكليان ديالنا الكليان ديالنا ما عمرها دار هي واختها من واحد ديال سميسرا قصان ماس بالضبط الله يلا من هذا المنبر كنحييها وكنشكرها الله يعمرها دار حتى هي الكليان ديالنا طبات لي هذا الزميطه ولكن طلبات كثيره على تبارك الله دار هو القنطر الثالث اللي غتخدم دابا السعوديه تبارك الله صراحه شي حاجه صحيه زوينه صحيح. المكونات كلها صحيه طبيعيه 100% صافي اللهم صل على الحبيب السعديه غادي شوفي الميطه ديالك مزيانه السعديه عصري بحال هكا وماشي زعما مطحون ها انتما السي منصور ها انتما على مزيناتها ملي كتجمعيها كتجمعيها راه منيه ها منيه ما نقولش لكم ريحته كي داير لا تبارك الله دابا عاد غادي يتزاد عليه دابا عاد شي يتزاد عليه الشعير والدقيق ونغربلو الشعير والدقيق والخرطال ودك خرطة إيلان هما اللي باقين دابا دابا غنغربلوهم وغتشوفوهم مخلطين ان شاء الله ان شاء الله الله ييسر يا رب الله ييسر امين امين الله ييسر لك امين امين اختي شكرا بزاف بارك الله عليكم بارك الله الى لقاء اخر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاثنين ان شاء الله باذن الله صباح الخير الطباخة ديالنا دايرة لاباس الحمد لله صباح الخير صباح الأنوار لاباس ربي يخليك صبحتي شوية الحمد لله ما كملناش البارح ما كملناش البارح مشى الحال بلا من الحال واليوم إن شاء الله طحنا البارح احنا اليوم إن شاء الله نكملوا إن شاء الله تتشوفوا دابا غتغرب لي لقاء معايا دابا غنغرب لي لقاء ان شاء الله باش يشوفوا هذه اللي جبناها البارح هي هذه اللي جبناها البارح لقاء مع الطور اللي خلطنا ها انتما تتشوفوا الغربال كيفاش داي تدوزيها نشوفوا نوريهم الغربال الغربال دي السلك رقيق رقيق اللي تيغربلوا به الطحين باش تجي رقيقه عاوتاني في الماكله ياك في الماكله ما تجيش حرشه هانتي هكذا
وهذا الحشف عاودوا ثاني يسخنوه في المقله ولا في الفران ثاني ويعاود يطحن يتطحن ثاني مره اخرى شي حاجه اخرى ثاني هكذاك مزيان يعني ما يضيعش ما يضيعش حاجه ما تضيع هذا القمح ولا الشعير هذا الشعير هذا الشعير بالنسبه للشعير تطحن في الطاحون ياك لا الطاحون انا ولا الزيت ما كاينش شي حل اخر الا عندك الخرطال والقمح والشعير خرطال القمح والشعير هادو يديوهم للطاحونه وبالنسبه لهاد المسائل الاخرى اللي عنده بحال دابا الربو في الطاحونه تتغربلها ولكن حنا كتعاودي بالنسبه للبارح اللي دينا عند منصور اللي عنده شي اله في الدار مجهده راه يقدر يديرها في الدار ياك حيت هو اله مجهده النافع وداكشي كيتطحن داكشي في الدار شي زوين الحمص لا واقيلا صعيب شويه ياك لا الحمص شويه الواحد يديها كحسن كيبان ليا اللهم عند منصور احسن عندهم ما كان واعره دغيا الروبو ديال هذا الشيء كاين هي داكشي ديال النافع ديال اللوز ديال حيت غيصدق الواحد يدير شي حاجه في الدار يهرس الموس ولا شي حاجه صح حاجه اللي صحيحه وكثيره اللهم ما كاينه حسن زيد لي طاسه من هنا ديال الشاي غتخلطي هكذا وهكذا راني الملحه ربيعه الملحه الحيه الملحه الحيه فين نلقاوها كاينه مطحونه تتكون في السواق تتكون في السواق موجوده الملحه مطحونه الملحه الحيه تتكون غير في السواق خليها دابا كديري شويه ديال شويه الملحه درتها الملحه الحيه الملحه الحيه ها هي باش يتخلط كدير شويه الملح الحيه شويه ديال القامه شويه ديال الشعير القمح باش يتخلط باش كلشي يتخلط كاينه الطاحونه اللي تتخلط لها كلشي طحن كلشي تخلط لك كلشي كاينه تطحن كلشي ديال الزرع كاينه تتعطي تيا قولي لي الزميطه هو تيطحنها خرجها لك مغربله يعني فين كيطحنوا الزرع وهذا يعطيو يطحن كلشي بلا ما تيطحن الزميطه كتكون شي آلة خاصة ولا غير لا ديال الزرع ديال الزرع هي كتطحن ما كاينه خاصة ديال الشعير هي اللي تطحن تخرج له مغربل وكلشي هي صراحة سهلة داك القلي وصافي في الاول اللي ما زميتها القلي نقي وصافي وكيما قلتي اللي داها للفران سهلة سهلة بالنسبه للملحه الحيه شنو الفرق بين الملحه الحيه والملحه العاديه هذيك بلديه كيفاش بلديه انا بلديه تتنبت بحال الصخر ها تير الصوات تنبت بحال الصخر والملحه الاخرى راه كاينه ديال البحر كاينه ديال هاد الملحه الحيه كتكون تتكون نابته بحال الصخر نابته تتكون نابته تيحيدوا قداش نايا صخرة نابتة فشي بلاصة معدنية هكداك هي مزيان الملح الحية مزيان اللي تعجبها غير حطها في الدار صحية ومزيان يعني الواحد يقدر يطيب بها عوض الملحة طيبي بها وكلشي إلا ما تتملح طبيعي أي ما مالحاش بزاف لا ما تتملح والغالبا اللي كتباع حنا عندنا تقولي الملحة ديال البحر هذيك اللي كتشوفها في الطريق كيكونوا كينشفوها ديك البازينات كبار كيكونوا كي الحمو ديال سينا ديال مصر تتكون في الصحراء سينا موجودة عالية يعني اللي ما لقاش الملحة الحية يدير العادية ولا لا؟ العادية يدير ماشي مشكل ماشي مشكل تي قام بقاو الناس يستعملوا الملح بزاف ماشي مشكل والسم الابيض السمين راه ما الملحه والسكر والدقيق البيض صعب شحال الواحد يقدر يتفاداهم منهم وهي دابا شوف هاد الزميطه باش عفا صحيه هي فيها غير الشعير والقمح خرطان كانوا يعجنوا بكري تيديروا جبانيه الطحين ديال الشعير وجوج جبابن ديال الزرع شويه والضره
وشويه ديال الفورص باش يجمعوها باش حتى تكون حرشه حرشه وتتجي مزيانه والخميره بلديه ماشي حاجه خميره بلديه راه صحي من ولا كيفاش يديرها ديروها بسميتو كتخدم العجينه وتخليها كتبقاي تربيها تربيها ولا كنت تخلطيها بالمثل مثل البن حسن ولا التوم الماء ديال البن مثل البن البن ملي تحطيتيه صفى تاخدي الماء تحل كيبيه سميتو تقطعيها في البلاصه تتخمر ولا ديروا الفول تخلطي العجينه ديري فيها الفول هذيك تتشد على 3 ايام عاد تحمر الفول فول الفول يابس فول يابس ديال البيصار او تومه التومه تتسخن دغيا تتسخن دغيا يعني كاين بزاف طرق البلديه حنا هنا في العربيه ديما نديروا بالماك البن دغيا تطلع كطلع دغيا دغيا تتخمر هي صحيه من دابا غتبقاي تخلطي كلشي وتغربلي حتى هي تتسالي تتسالي صافي عاد تورينا الطريقه نعم كيفاش القمح حتى القمح الطريقه كيفاش تكال دابا هي صافي دابا غتكملي ياك تبقاي تغربلي تتكملي كلشي غنبقى نغربل حتى نكمل كلشي ان شاء الله تخلط وتخلط كلها ان شاء الله مازال تعاود تغربل تخلط حلا تديري حلوه كلاص تخلط مزيان بينهم دابا ملي غادي ديري الخلطه والشعير وكلشي تخلطي كلشي وتعاود تغربي المره اخرى غادي تغربلي باش تخلط صافي ساهله وديري وافر طوارو الدقيق باش ما درتها هي راه تتصبر كتبقى تصبر دير حاجه وحده شدو الحجره ديال الملحه حجره ديرها وسط منها وخليها نعم كيفاش الحجره ديال الملحه اللي عندو سميتو ملحه حيه طاقه كثيره ملحه حيه شي حجره وديروا وسط منها وخليوها راه ما تخسر ما يبقى ما وتش حتى علاش شحال المده تبقى 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 حتى 6 شهور تبقى 6 شهور تبقى مزيانه هي ما تخسر وهي صحيه صاريه في البن مزيان بزاف يعني ما يديروها لا في كونجلي لا في حتى شي حاجه غير بواطا يسدوها لا والو في الطوار ديروا حجره الملح وخليوها شي اللي تدير ديروا في الطوار الميكا ما يديروش البلاصه اللي بارده البلاصه اللي فيها السخونيه ما تكونش فيها البروده دابا غتورينا الطريقه كيفاش كتكال ياك ضروري يعني باش يعرفوها كيفاش يعرفوا كيفاش تتكال واش كاين بزاف الطرق قلتي بزاف الطرق والمطايب والسكر والزبده والعسل وثاني زيت العود بزاف الطرق واللي قد على شي راه تيديروا كيديروا ما مرينا غير نحركوها ونشوفوا كيفاش كل واحد اللي بغاها جاريه يديرها جاريه يشربها اللي بغاها يكورها ويحطها ويكورها يكورها ويحطها و 100% غيبغيوها مكوره مكوره كتجي حلوه تجي حلوه طوطه في الطبيصلات اللي بغى يفطر بها راه يدير لها بحال سيريلا كما قلتي في الجبانيه يفطر بها يفطر بها صحيه ايوا الحمد لله اكثر الناس كبار مساكن دير لهم الشات ياكلوا بزاف فهمتي ايوا مزيان هذوك راه مساكن قلتي لي تقدري ديريها حتى مع الحليب ياك مع الحليب وصويا الحليب وتشربها ايوا صافي كم مساكن اللي ما ما قديش الناس الكبار ما تيدوش لهم لا ماكله لا والو تخلطوا لهم لهم حاله تتقوت حاله تتقوت قلب عائله اجيت الدراري ياكلوها ماشي مشكل كل شيء صغير وكبير طربيه كل شيء ياكلها ايوا صحيه مزيان ايوا صافي نشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال الماكله ديالها الله يستر يا رب يا ربي الله يستر وصحه وراحه الله يعطيك الصحه صحه وراحه انا نخلطوها باش نوريو الناس كيفاش تتخلط واخا شنو اللي بغاها على حسب اها هي دابا المقياس ديروها شويه عندكم ديروا بحال القياس اللي غياكلو غادي تاكلو ديك الساعه اها صافي هي تتكسر ما كتبغيش تبقى يعني ما تقدريش تصوبيها وتخليها تصيبها تصيبها تخليها ساعه تاكليها هي قيس شويه على قد لي بحال دابا تبقى الغد ليه هي ولا نهار في نهارها تبقى مخلطه شحال في الثلاجه تبقى
خلطوا غير شويه ماشي خلطوا بزاف حيت دابا حنا علاش دايرين دابا كل واحد يهز على قياسه سكينه على قياسه ويخلطوا اللي بغى يكركب انا ولا اللي بغى يديرها في الحليب جاريه بحال سليله واخا وريها لينا انت بهاد جوج طرق نشوفوا اها هي زلافه كبيره بحال دابا اللي غيدير داك الكركيبات يبقاو 3 ايام يبقاو شحال انا شي دجاجنا مقلي شحال تقريبا هي طبيسين انا نوريك يبقاو ماشي مده المده حتى هذا هو السؤال اللي غيكون غادي يكون شحال تقريبا يبقاو يعني واخا يخلطوها تقدر تبقى ما يخلطوش بزاف شويه ما يشوفوا دابا اللي بغى زيت العود اللي بغى الزبده اريد ما طايب غادي نختم داك السته شيت العسل شيت الجلجلا وشيت العسل شيت العسل طبيسي فاش نكركبه وندير دابا غتبدا لينا بالمكركبه دابا اييه بالمكركبه تدير بالزبده والعسل الزبده والعسل اريد شيت العسل اللي ما بغاش يدير الزبده باش نلقاو شي حاجه صحيه 100% اش يدير شويه من صافي دابا اللي ما بغاش يدير الزبده السعديه شنو يدير زيت العود صافي بحال هكا الطريقه نفس الطريقه الطريقه الطبسيل دابا هنا ملي كديري العسل غتولي مخالط ما بين الحلو والمالح ياك اللي بغى يخليها مالحه ما غاديش يدير العسل ياك انا ما بغيتش العسل ما يديروش على حسب مالي السكر ساكن دابا انا تسمى هذه الماء طايب عاوا بالك المره صافي نسيت هل العسل اخسر ملي ما خصني بديت ماما شنو ضروري الماء طايب ولا ممكن يديروا الماء بارد يديروا ضروري الماء طايب هي احسن تكال دافيه هادشي اللي قالت لنا السيده تكال بارده تكال دافيه انا تانا دافيه تعمر دافيه عن وليو الطريقة باش نشوفو المنظر بغا يحطو في الميدة عندهم ضيفان لا حطوه في منبر في الفطور ديال رمضان اللي يجيو من التراوح حطوها مع كويزيرات دابا اللي حيت غتكركب كتخليها شويه قاصحه شويه قاصحه هي تتشرب كتشرب هي تتشرب هي تتشرب ما يخافوش تكور لهم ياك لا ما تكور ما والو انتما دابا انتما تشوفوا انت بسم الله حيد هذاك حنا بغينا نديرو غريبة غريبة ديال الفوائد أييه هكداك أبيض ني بغا يدير بزلوز ديك الساعه ياك بغا يدير بزلوز انا دابا واحد المشكل عندي تسلو تندير ليها وباللوز هرمش ولوزه من فوق تتحط في الفطور الا جاك شي حد شي ضيف بالنسبه ليا حيت انت سلو كديري انت ميد ملي كيتكور وكي تكور هوك مع سميتو نزيدو غريب غريب كاري هادو دابا اللي تكوروا بلا ثلاجه لا والو ياك يبقاو غير برا ثلاجه ما يخسروا ما تما ماشي شوف واش ماشي ما كيديرش هادي دابا اللي بغى يديرها كيديرها اللي بغى يديرها بلاتي نوريهم حيت تسلو تنديو ليها هكا باش يبقى داك الفرق ما بين سلو ما بين زميطه
حلوه وصافي بخصها الشكله. هذه الطريقة هذه الوليدة تسحبوا ماشي حلوة ولا شيء تجيو مزوينة ياكلوا هاتي اللي قد على وحيدة ياكلها اللي قد على ياكلوا اللي قد على حسب أنا قلت لك تسلو ندير ليها فهمتي هاكا تجي الحطة زوينة تجي الحطة زوينة اي والله يستر يا رب تورينا الطريقة الأخرى ديال الحليب ياك الحليب ضروري غادي يجي بحال سيريلاك بحال سيريلاك وهنايا بانت لي الحسوه السعديه ياك هذاك الزرع مفسخ دورته بدقيق الشعير والعشور ديال الزميطه داكشي هزي تشوفي يعني كلها صحه ياك صحيح شي حاجه صحيه شي حاجه صحيه ايوا الله يعطيك الصحه صحتكم دابا تخلطي شويه مع الحليب ياك مع الحليب ونقص نتوما تشوفوا غبيه اللي بغى الحليب يديرو دابا قالت لنا السيده تاع اللبن ياك تاع اللبن تا هو زوين تا اللي بغى يدير البينه يديرها اللبن كاع ندير الماء والسكر يعني اللبن غتكال بارده ديك الساعه تكون بارده قالت لنا السيده كتكال كيديروا الناس ديال الحج ياك شو الحج العمره الشمس ساكن كيديوها تتعطيهم حتى شويه الجهد الجهد هكا وخا مساكن على الطوفان والصحراء ما تيحسوا لا بارهاق لا بوالو دابا هي بحال كتشبع تتشبع تتقوي اجي ما صلحش اللي باغي يدير الريجيم ياكلها ينقص الماكله وياكلها هاد القضيه فكرينا فيها السعديه ياك سال الناس ديال اللي باغي يدير الريجيم ولا هي صحيه ينقص الماكله حيت شنو نسي غلط خبز شنو تطلع السكر خبز شنو فهمتي هي صحيه هذه الحليبه فيها لا يدام لا والو هذه دابا ما فيها لا زبده لا والو غير الحليب لا والو حليبه شربيه سيري لاك وصافي سيري لاك سالنا سكر اللي ما قدرش يدير لنا شويه العسل ياك اللي جاتهم بغا يدير العسل يزيدو اللي بغى يزيد الملح يزيد ماشي مشكل كي اللي تيبغى حلوه ايوا تبارك الله عليك صافي سالينا مع الزميطه هادشي اللي سالينا هادشي اللي كاين مع الزميطه بالصحه والراحه ها هي دابا مع الحليب ها هي تتحط بحال هكذاك تدار وتقوتوا مزيان رمضان وصوموا جاهدوا شويه راه مزيان تخدموا في رمضان نعس راه مزيان نعس راه مزيان راه تيقل النعاس مع الصاله وداكشي ولكن مزيان جاهدوا في رمضان كل الزميطه وجاهدوا عباده بالنهار عباده بالليل عباده ان شاء الله عباده مع العمل والعباده مع الله وكل ان شاء الله الله يستر يا رب الله يستر يلا يكملوا بخير امين امين امين, آمين. محمد كفى اجمع يا ربي امين وهانتوما كل الزميطه آه خفيفه دابا انا جات خفيفه بحال شي صوبه هنايا ملي درتيها انت مع الحسوه يقدروا يديروا الزميطه هي بلاصه العشوب انت حيت درتي العشوب وحسوه حتى هي ماشي مشكل سميتو يديروا الماء وطيبوا حسوه يعني بان لي انا كتخلط مع كل شيء مع كل شيء العصير لا هذا اللي لا شي واحد شي واحد بان لي قديم مزيانه خلطوا مع كل شيء صافي البن الحليب حسوه العسل العسل مع اتاي حتى انصف العشيه ما تيقدش يتعشى اها صافي مع الست العشيه ايوا صافي الثمن ديال هذا البيع 1600 درهم 80 درهم صافي 80 درهم لا واحد اصلا هذاك الثمن اللي قلنا في الوقت انت باقي ما حسبتيش غير باش ما يبقاش هذا المشكل دابا كيتواصلوا معاك كيتواصلوا دابا تيقول لك لا ب 50 درهم والله تطالعوا بكثر ايوا صافي
راه ما يخرجوا السوق يشوفوا السوق الزميطه شحال. وما اهم حاجه شي حاجه نقيه بعدا ومنقيه ومنقيه ضمني زعما خرج تقدا وديروا عكيلو كيلو شوفوا شحال طلع لك. صافي ان شاء الله الله ييسر يا رب. الله يكمل بخير. امين 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 امين. ومبروك عواشركم. يا ربي امين. مبروك عواشركم. يا الله الله ييسر ان شاء الله. من بعد ان شاء الله تخرج ان شاء الله تتفرجوا ان شاء الله. الله ييسر يا رب. الله يعينك هذا رمضان ان شاء الله. الله ييسر ان شاء الله يا رب. يا الله يعاونك. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم.